نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي، وأيضا تنفيذ قذف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب. كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي. وتنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي. ظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية.
حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.